أخبار اليوم. اليوم ذكرى وفاة الفنانة المصرية درية أحمد، إحدى النجمات البارزات في السينما والدراما المصرية، وهي ممثلة ومغنية. درية أحمد هي والدة الفنانة سهير رمزي من زوجها محمد عبد السلام نوح، واسمها الحقيقي هو حكمة أحمد حسن السمرة، وهي من مواليد 24 سبتمبر 1923. امتدت مسيرتها الفنية من 1942 إلى 1967. من أعمالها الدم حن، وغنت فيه أغنية خلاص يا قلبي خلاص. وتوفيت على إثر جراحة دقيقة في المخ بإحدى مستشفيات باريس في 3 إبريل 2003، وكان هذا الموقف وراء اعتزال الفنانة سهير رمزي فترة طويلة عن الفن.